كرهوا كل شيء والحب والراجة. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متابعي قناه نادي الجراد العالمي. جيتكم اليوم بواحد الفيديو جديد واخر مستجدات فريق الرجاء العالمي، ولكن قبل ما تتفرج في هذا الفيديو هذا ما تنساش انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتخلي واحد التعليق ولايك، وما تنساش انك تدوز عندي الصفحات الرسميه الخاصه بالقناه على مواقع التواصل الاجتماعي بينهم فيسبوك وانستغرام وحتى التيك توك، وهما ثلاثه غادي تلقاهم من تحت في الديسكريبشن. ودابا نخليكم مع الانترو. ونبداو اخوتي الرجويين اخواتي الرجويات الفيديو ديالنا على بركه الله. تعاقد نادي الرجاء العالمي مع التونسي عمر بن منيس من اجل العوده مجددا لشغل منصب معيد بدني داخل الفريق الكروي الاول. الفتره التي شهدت تواجد المعيد البدني التونسي عمر بن منيس داخل العارضه الفنيه للنسور الخضر كانت تعرف معدلا بدنيا مرتفعا لدى جميع لاعبي الفريق الاول. مرحبا بك مجددا عمر بن منيس. الرجاء سيعسكر في الامارات ويشارك في الدوري التحدي. رجوعا الى المنشور السابق بخصوص دوري التحدي بدبي، الدوري سيعرف مشاركة اربعة فرق وهي الرجاء العالمي، الزمالك المصري، ووهان الصيني، والاهلي السعودي. الدوري سينطلق يوم 26 يناير 2024. والإشارة فالرجاء سيقيم معسكرا تدريبيا بالإمارات العربية المتحدة في فترة ممتدة بين 19 و29 يناير 2024. وقبل بداية الدوري سيجري الرجاء العالمي لقاء وديا ضد الأهلي السعودي يوم 23 يناير. وهنا خوتي الرجويين خوتي الرجويات الفيديو ديالنا السالة، وإلا عجبك هذا الفيديو هذا ما تنساش أنك تشارك في القناة وتفعل زر الجرس وتخلي واحد التعليق ولايك، وما تنساش أنك تدوز عندنا الصفحات المواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالقناة فيسبوك انستغرام وتيك توك، هما غتلقاهم ثلاثة لتحت في الديسكريبشن. نشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد وآخر مستجدات فريق الرجاء العالمي. دمتم في رعاية الله وحفظه، ديما رجاء وتعيش الرجاء.